السلام عليكم، بخير هانية، كل شيء مزيان. الأخوات الأحباب داخل الوطن خارج الوطن، أنا الشريفة للعيشة المعالجة طب البديل للعلاج. بحال هذا العلاج كيجي بنادم عنده شي عصبة في يديه ولا العصب في رجليه، كندير يديا تندير الماء الطايب ندير فيه الفوطة نكمد ليه جوج مرات، كنقول ليه هزيدي كيهزها، كيقول لك بخير. كيجي يقعد قدامي تيقول لي هدية، كنقول ليه العصبة، كنقلب ليه من هنا كنقول ليه العصبة عندك هنا مديرة مجموعة. رجلين لي فاغ، رجلين لي فاغيز، الحمد لله والشكر لله. هادشي اللي كاين، تيجي بنادم كيتشافى كيداوى كيخرج كيقول لك بخير، وشي كيصيفط شي، شي كيصيفط شي نصرة من الخارج كيقول لك شفناك في التيك توك، وكيصيفطوا الناس هنا في المغرب كيجيو الناس. اش غنقول لك اولدي، انا سنين انا ما كنتش قاعده في داري اصلا، نجيك من الاخر. انا كنت كنسافر، راه الناس كيشوفوني دابا، كنشكرهم من هذا المنبر، كنمشي عند الناس كيعيطوا ليا، اي كندخل قسما بالله ما كنداوي مالين الدار، ما كنساليهمش، تيقول لي تنقول لهم قعدوا نتوما الاخرين، كيصدقوا شي تيداوى واحد شي كيعيط لشي شي كنمشي على نهار ولا يومين، كنصدق قاعده 15 يوم 20 يوم شهر، غسلة دوشة نقية، بلاصتي معززة مكرمة خدامة. ولكن دابا قعدت في داري، قررت نقعد في داري. علاش؟ عييت من السفر الكيرة، وانا راه البركة باش خدامة، انا عندي مدرسة في عقلي وبريفي باش خدامة. انا دابا يقعد بنادم غير قدامي ويقول لي كانوا كانوا، يقول لي انا عرفت البلاصة اللي دارك، طبيب حاجة اخرى وانا حاجة اخرى، هادشي اللي كاين. دابا بومزوي الطبيب دار الطباء، كنشكرهم من هذا المنبر كاملين، كلها خدمته كلها وشغله كلها. انا دابا الطبيب كيقول لك القولون العصبي، انا كندير يديا كندير البوطه كندير زيت كنمسد، هو القولون العصبي واحد العقده كتكون معقوده كل ما كيعرفش ليها، هي معروفه كتكون واحد العقده بحال كيتعقد لك شي مصران كيبدا يعطيك الصداع. انا كنبقى متبعه متبعه حتى تتفك ديك العقده، كينوض بنادم بخير وعلى خير. مول بومزوي انا كنمسد ليه، هو كيقول لك انا فيا الجوع، باقي هو قدامي كنمسد ليه كيقول لك انا فيا الجوع، مالين الركابي كيجيو عوجي تينوضو مسرحين. علاش؟ هاد الركابي هاد العصبه اللورانيه كتجبد، كيبداو هاد العظام كيتحكوا، تيجي هنا كيبكي تيقول لك العمليه وهادي، تنقول ما غادي لا عمليه لا والو ان شاء الله باذن الله. ورا منهم هذيك السيده راهي بنتها في الخارج، راهي تشهد عليا جابتها البارح في العشيه حتى الاخر. وكي ولات؟ لا الحمد لله قعدات دابا ودارت لي موراكم ها بخير. ولات المراه قالت لي ما كنترباش، كنقعد كنصلي على الكرسي، راه هي مولا تنضضر قسم بالله، وقعدت تتربعات في الارض، وانا ما نطلقش بنادم تنفليه، انا كندير لي السكانير هي بيديا. صح كلامك، هادشي اللي عطى الله ولدي. وانا يمكن تنقول، انا يمكن كنقول الله يعفو عليا،
الناس يقولوا لي لا خدمي وداوي الناس. جراره بحال حجي. نعم ولد جدادي والديا امي انا كتمسد وجدواتي وجدودي جدي انا با تبا كان تيداوي وانا ما عقلتش عليهم ما كنتش عارفاهم ما كنعرفوش ميتين الله يرحمهم لبات امي ولا بات با. وكان ملي بديت كنعاود لامي على داكشي اللي كنشوف كتقول لي امي بات باك اللي كان كيداوي. وهنا قالت لي في الدار هنا يمكن حاضره انت. جا السيد قالت لي فيه حباب وخليه وبرا دابا حبه ولسيس اي 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 الا التونسيون جوج حالات حتى نعاود نقولها تيسولوا الناس الا التونسيون السكر اللي ما كنداويش الركابي لي فاغي السياتيك اللي كيضروا الراس كيجي بنادم انا كيحمق بالراس كندير الخرقه ديال المورفه نعقد ليه الراس ينوض بخير وعلى خير. اوليدي تجار شي من الوالدين ومن الجدود والله ما خلاو ليك الوالدين والجدود لا خدمتي قسما بالله والطبع ديال الجدود وديال الوالدين الا ما كانوا الوالدين والله لا خدمتي ولا ما طبعوا لك الوالدين والله احسن من كل شيء. شتي الله والوالدين تتخدم والقلب اش فيه. انا قلبي بيض انا اللي جا خدمت ليه كنزيد كنبكي معاه. هذا الراجل هذا دابا اللي يهضر راه انا وياه كنبكي في البيت انا نبكي وهو يبكي ومرته تبكي وقسما بالله داخل ودخل البيت وراه كيسمعوني العيالات هما في قاع الدار عمره قلت ليه شوف انت دخلتي هكا محني وبالعكاكز ولا ما خرجتي على رجليك فين ما شتي هذ الكماره تفل عليها قسما بالله. وفعلا خرج بلا عكاز وهذاك الدري راهو بخير وعلى خير راه هضر على فمه ورا الناس انا راه كتضل الدنيا عامره حتى تنولي نقول بركه حتى كنقول لها حبسي ونعاود نقول لها لا يدخلي الناس ولا رديت شي واحد قسما بالله كيبقى فيهم بات ما نعسى والله ما كان نعس. شتي دابا عيطوا لي حاليا وقول لي شي حاله نقول لهم جيبوها. وهاد الناس كلهم اللي كتشوف راه من 8 الصباح راه سبقت لي في الكرارس هما اللي العكاكز باش يمشيو في حالهم واللي بعاد واللي وهما الناس معيطين من الرباط قال لك فين نباتوا قلت لهم عندي ولا قال لي شي واحد بغى يكري لوطيل ولا بغى يمشي لوطيل كيبقى فيا الحال. قلتيها لينا البارحه يا قلتها لك البارحه بنتي قلتي لينا ما تشدوش لوطيل اجيو مرحبا بكم الدار داركم قلت لك راه شدينا لوطيل. ها هي منين جايه بنيتي انت يا؟ من الدار البيضاء. لا منين عيطتي ليا؟ انا عيطت لك من سلطنه عمان. هاد السيدة من سلطنة عمان هي وجابت ما البارح ما كتربع ما كتا حاجة ولات كتربع ها هي تزيد على فمها في البلاصة قالت لي ما كنصليش أنا طلي وكتحني بقاو الناس تيشوفوا وهنا كيصليو على رسول الله. عندي واحد الفيديو دابا نوري لكم دابا المرا من الدار البيضاء وجابوها نهار الأربعاء هنا لهي وجاي وتتكحز حدايا ما كتنوضش كانوا هاد الناس حاضرين هما الناس ها هما كيهضروا حاضرين قسم بالله وناضت حاضرين وشناها شي بعينينا بعينينا هادي تعطي الطلب شهاده الحق والمرايه نوريها لكم دابا وكاينين الناس السيد في الكروسه في الكراس الناس بعد 95 سنه في الكروسه وناضت على رجليها بزاف مالي الكرارس ها هما عندي الولد الصغير اللي جا من بني ملال هو كاين في الطاليان وجا من بني ملال قسما بالله الا ناض ما كيحطش رجليه ودير العمليه في الطاليان فين داروا ليه العمليه. البنيه الصغيره اللي جات من العيون والبنيه الصغيره جايه من العيون هي معايا دابا غير ما كانتش كتشوف ولات كتشوف قسما بالله ناط من قدامي ليه ولات كتشوف هكا كتشوف ماما ملي قالت لي هي راه بنتي شافتني وشافت قسما بالله انا الا بكيت هنا على رقبتي حتى بكيت. لا عيشة كدبش عليك ما عرفتش انا هادشي كيبقاو فيا الناس بزاف انا قلت لهم خصني نمشي نقعد فم السبيطارات قلتها وكنعاود نقولها ما نكذبش عليك. ها هي السيده كنزها واختها والسيدة ابو الصواب كنشكر هذا المنبر الناس كلشي تبارك الله تعالجوا هنا والدواء راه تبارك الله معروف انا على الصعيد العالمي راه ما كنتش جيران هاد القناه تناضوا لي الناس لارمي في التيك توك ديري هنا ديري لي كاينين الحالات اكثر منا كاينين انا الحاله اللي جات عندي والدواء كنبكي معاها
نكذبش عليك، وكثر مالي العكاز ومالي السماطي السياتيك اللي كيديروا العمليات ومالي العكاكز هذوك تيحطموني انا كاع بزاف. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.